تقريبا 45 دقيقة لا ساعة. قاعد اصفط الان، قاعد بركن العقار، وراحوا الجماعة السيارات، بس انا شوي محشور بزاوية فخلت احرك السيارات بعدين اطلع. انا صار تأخير كثير في العبارة، تأخرنا حيل. شيء التأخير هذا بعد ما توقعته، ما حسبت حسابي، يعني على الوضع اللي انا رسمته ما توقعت اني اتأخر الكثر. فايش بنسوي؟ بنمشي لين ما نشوف الطريق وين يوصلنا. يلا ليتس جو. زين وصلنا، خلونا نحرك. طبعا انا ما دفعت رسوم شباب، ما دفعت يعني فلوس للعبارة، صفات ما حد كلمني ولا شيء، نطرت احد ييني ما حد ياني. فالظاهر ان مجانا، الحمد لله على السلامة. تأخرنا كثير، تأخير غير محسوب، يعني أنا توقعت إنه طويل، توقعت إنه سريع، يعني مو بطيء ونقعد فترة لكن no problem. شباب اللي قاعد يسألني عن المواقع عبارات وهذا، شباب أنا مع كل فيديو راح أحط المواقع، يعني هذا المشي اللي أنا قاعد أمشيه في النرويج كله راح أحط لكم إياه بالوصف، اللي يبي موقع نقل موقع عبارة قاعد أحطه بالوصف أنا. فأنت إذا شفت الفيديو لما تيجي دز لي رسالة وفارس وين موقع العبارة، قبل لا دز لي انزل تحت بالوسط تلقى حاط لك انا مواقع العبارات اللي قاعد انا امر عليهم. تمام، او اي مكان يعني قاعد اشوفه واتمشى وكذي. انا لاني قاعد اتمشى، وانا اتمشى اي شيء اشوفه قاعد انقل لكم اياه، واحط لك الموقع ماله تحت. منظر حلو، عبارة، استراحة، تلقاه بالوصف. حتى برجر كينج حاط لك اياه عشان تاكل فيش. نفس الأجواء اللي كنت فيها هناك. أنا بمنطقة سنجة، هذه سنجة اسمها، والعبارة اسمها عبارة سنجة أو شبه جزيرة، يعني كل شبه جزيرة لها اسم أو جزيرة. هذه يعني الخط ماله إذا بتيها بر حيل بعيد، أو كنا ما في جسر كنا، بس مو بهالمنطقة، حيل بعيد، لازم تطق فرة كبيرة، عرفت شي 4 ساعات على ما تلف مرة ثانية وتيه. فالعبارة هي الأسرع، توفر كثير من الوقت والمال والجهد بس ضيعنا وقت كثير، الشمس قامت تكسر منك 3 ساعات 4 ساعات قريب لاربع، وايد. no problem man. عموما
خلنا نتمشى ونشوف الجمال الموجود في الطبيعة. ولكن قسما بالله قسما بالله، تدرون بعد إذا أنا حلفت ما حلف جد، قسم بالله أنه ما هو أحلى منكم. ما شاء الله في النرويج أهل الدراجات الهوائية موجودين بكثرة ويقطعون مسافات كبيرة، ما شاء الله عليهم. شوف في فنلندا شفنا الدراجات في المدن، ما شفناهم بالخطوط صح، لكن بالمناطق والمدن ما كانوا يستعملون إلا البايسكل، دراجات هوائية. لكن في النرويج في المدن توا يمكننا بترومس وما شفنا دراجات قليلة، وكني ما شفت أنا، لكن بالخطوط مسافات طويلة كلها دراجين. لا وما شاء الله نفسيتهم حلوة يقطعون، ترى النرويج خطوطها طويلة ما هي سهلة، ويقطعون مسافات تلقى نفسيتهم حلوة. شلال وين يصب وين يصب وين وينك انت وين مصبك ما نشوفه. تحت الشارع اوبن كافيه، اول مرة اقرأ كافيه. وين هذا الكافيه؟ ما شفت كافيه انا مطعم بهالخطوط. بس مكتوب هنيك لافتة كافيه، كان اعر عليها. كافيه بالجبل يعني؟ جماعة طويل ونزول، متى راح يخلص هذا؟ ندوس شوي زين. هني شلون يضيعوا سيارتين؟ شوف حاطين استراحات كذي حق سيارة ثانية، عرفت؟ اول مرة اشوف واحد بالبحر، ما شاء الله المكان هذا ساحر كذي. قهوة 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 قهوة، شو النفق هذا؟ شو يضيق؟ وسع شوي لو سمحت. شوف صخور الجبل، عرفت؟ محفور قاعد تمشي داخل جبل انت كذي. انا لاحظت النرويج مو مدعم قليل، طبعا في تدعيم، شوف هذا ممسوح خرسانة بس غالبا مو مدعم. طويل هذا خلص بازن، قاعد اشوف نور سيارة. يلا انا دراجة يا ولد خذ راحتك. شوف لو سيارة ثانية كان مشكل، لازم يدش هني، عرفت؟ مسوين استراحات. والله طويل، خلنا نطفي الكاميرا نصور بالخروج لنرى ماذا هناك، لأن ما أشوف إلا كذي. يا رباه شو النفق هذا،
ضباب ونافق وضباب بعد وضيج ومبلل زين 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 زين. لا والله هذا النفق شوي منه مضبوط، أرضيته ما هي زينة وضيق وطويل. أخوذة ما قمت أشوف، تشوفون تو؟ وين القهوة؟ قهوة؟ وين القهوة؟ وهذا الخوذة ما أقدر أسكرها، كلها ضباب. انتبه نفق؟ لا حول الله، مع أني أنا أعز الأنفاق يعني من عقب ذاك اليوم، ولكن يعني لمتى كذا؟ شلون صاير هذا؟ اي زين زين، هذا خطوتين. هذاك جمد لنا كل شيء وخلانا. منطقة، انها منطقة فيجور جارد، فيجور جارد. طبعا انا قاعد اقولها على البطيء، هي فيجور جارد كذي، عرفت؟ فيجور جارد. هذه القهوة فيش اند شيبس، هي قريت يا شباب. يلا يلا الحين الحين نرجع ناكل عنده فيش اند شيبس اخوي في الاجواء. السمك الطيب مع البطاطا زين، هذا حاط لافته قهوة زين، ولهن ما شفنا قهوته. عبرنا زلريون نفق و برجع عند هذا اكل فش قبل يصير الليل، نتمتع في هذه الاجواء بصحبتكم. خلونا نرجع كل المدن بهالشكل كأنه مضروبة كيماوي، ما في إلا أن تمشي. خاف هو اللي حط شو اسمه كوفي، ها والله ممكن هو واي نوت. باركينج اونلي فور دينر جيتس اوكي اوبن كافيه. كان مكتوب كافيه، تصدق هذا هو؟ والله باركينج اونلي فور دينر جيتس. يلا انا دينر بعد شنو، انا اريد اكل دينر. بعدنا ليش
الشباب هالاجواء طلب سمك قلت ناكل عشان اذا نكلت وصار الليل اكون ماكل بس افرش خيمتي وانام اذا ما لقيت سكن او اشوف مخيم كذي. بس انا ايش بسوي ورانا الحين عبارة ثانية، العبارة تبعد عني حروة الساعتين. شوفوا الخريطة مع انها يمي لكن لازم اطق بحواش كبير عشان اوصلها، ولذلك ناكل ونمشي مسير ساعتين الى العبارة الثانية. اسم والله هذه اقوى وجبة تنزل لي من دشيت النرويج. شي حياكم شباب، حياكم، دعمكم العافية يا جماعة. الحمد لله لذيذة لذيذة، تاكل في الأجواء رضا. والله جابلتها عدل، انتقام عرفت. أول مرة أكل بمطعم، أول مرة أحصل مطعم أصلا. الحمد لله. تدرون شو المشكلة شباب؟ إذا اليوم أنا مثلا ما وصلت الوجهة باكر يقول لك 100% مطر، فمسيري باكر راح يكون مطر إذا ريحت هني وبعدين كملت. فمحتار تصدق، يعني معقول زين أنا ما أبي أمشي ليل. فأنا أشوف أنا بمشي لغاية ما تظلم. هذا اللي صار بالعبارة 3-4 ساعات هذه أثرت علي حيل، ما حسبت حساب الوقت هذا كله. يعني عطيت العبارة نص ساعة، 40 ساعة، يلا 4 ساعات وايد كان. خل نروح موقع العبارة الثانية، تبعد ساعتين. يلا خلنا نمشي. والله خوش خوش وجبة عندها، بعد غرف استراحة قهوة، والغرف مطلة على الجبل. يعني هي الوحيدة اللي شفتها في هذه الطرقات. يلا شباب نروح موقع العبارة الثانية. جاهزين؟ Let's go. طبعا نفس ما قلت لكم الغيوم والأمطار أخرتنا بالنهار أو بدأ أول الصبح، وبعدين العبارة كملت التأخير، بالإضافة إلى أن الأجواء ما فيها شمس. فهذا اللي قاعد تشوفونه بدون شمس كانكم قاعد تشوفون الحين ابيض واسود. لو كان في شمس كان شفتوا الاوضاع 4K فول اتش دي. ولكن ما دام ما عندنا الان لا شمس وامطار وبيصير علينا الليل، انحرمنا من كثير من الاشياء مع الاسف. بس عموما رايد ممتع جميل بين هذه الأجواء، وإحنا أصلا قاعد ناخذ فكرة. يعني أنا قاعد أخذ فكرة عن خطوط النرويج، اتجاهات الشمال، العودة، عرفت، المواقع شنو فيه، طريقتهم بالقيادة، طريقتهم البنزين شلون. يعني قاعد اخذ فكرة، والفكرة ممتازة يا ولد، ما فيها شيء. واجمل المناظر شفناهم في النورث كاب، الا يكفي ذلك يا ولد؟ يا يطاير ليه، وانا ما اقدر انط على الحارة اللي هناك، جزاك الله خير، كله حصن بالنص. لكنك مو دراج ما تفهم.
تبلل بعدها. هذه الطرق الظاهر تنتلف من الثلوج يمكن. لأن قدام البحيرة هذه ومواقع تساقط المياه. عاد أنا تاير عندي كان بلش يودع، أعطونا شوارع طيبة خلي يوصلنا تاير لألمانيا. حيل تعبان الشارع، الشارع حيل تعبان. مشكلة أرسينا حصى، والحصى هذا يضعف الكنترول. يود على السكان، يود يود السكان ينحرف وياه يمين يسار. شو نسوي؟ شد عليه. اوبا قوي قوي. اوكي شلون يعني ما اقدر الف، انا لازم احافظ على استقامة الدراجة، اذا لفيت راح يطيحني الحصى. والله خطر هذا. هذه الجماعة ليش مسوين كذي انا ماني عارف. بعدين يعني ما يجرح التواير الحصى كذي بهالشكل كأنه سيوف. ويش ما طويل هذا، كل هذا افراد ولا شو الموضوع؟ كثير. يلا مشيت يمكن الحين 20 كيلو بهالشكل، عرفت على خط واحد لا اقدر ادش بالحصى من هني ولا هني ولا راح يطيحوني. الشارع شكله كله ما في شارع. لازم تحافظ على المسار يا ولد، لا تشط. يعني انا هذا اللي قاط الحصم ما فكر بالدراجين، ما فكر يعني يقول دراج شلون يمشي هنا راح يطيح. زين ما افكر بالسيارة مثلا اللي تمشي وتكون سيارة وراها ويحدف عليه حصن، ما ادري شنو الحكمة. مسافة طويلة. اوه هذا ضيق. يود يود على السكان يا ابو فارس.
شد على السكان. بعدين اللي صعب العملية ان انت عندك حمولة، يعني انت مو داش افرود مرتاح، لا عندك حمولة، اغراض تلعب فيك تخرب عليك. شوف شوف اذا خففت راح تبهدل. خلني على سرعتي، خلاص كله حصن، شد على السكان. اذا خففت راح اتلعوز. يا شارع 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 خيرا الله ان طريق اكشر للدراجة. اخر شيء، حتى اخر شيء عرفت اللي شفت، خلاص كله حصن صار. يوم بخفف قاعد اشوف السكان يلعب، قلت لا خليك على الدوسة لا تخفف. يلا الحمد لله عدت على خير. فالصراحة رايدات من أجمل الرايدات في النرويج كرايد، بس يعني تمشي رايدات من أحلى الرايدات بالطرق. يعني وانت ماشي تمتع في الجبال والخضرة والأنهار، ما في كثافة على الطرقات. رايدات جميلة تحصلها بالنرويج يعني، وهي معروفة يعني من الدول المعروفة بهذه الأشياء. كذلك يعني لا تنسى أنا ما دخلت إلى قلب أوروبا، ما أدري إذا في طرق أخرى ولا لا، كل شيء بنشوفه إن شاء الله. بس مبدئيا أعطي رأيي على الطرقات. معطيها علشان نصيد العبارة هذيك ونكون بالجزيرة الثانية. إذا رحنا بالجزيرة الثانية في كم موقع أنا مسجلة، بس ما أدري أكيد راح يصير علي الليل، مع أن ليلهم راح يتأخر يعني، بس إحنا أصلا متأخرين. يعني أنا على ما أوصل العبارة هذه 10، إذا 10 خلص بعد قاعد ظل. فالموقع هذا شلون راح نشوفه بهالليل مع الأسف. هذا الخبر السيء يا شباب. لقيت محطة عدانة، قاعد أفكر بالبنزين، عندي نص، فخلنا أعبي عشان إذا مشيت نص الليل وما أشوف أحد ولا أحد يشوفني إلا عندي بنزين. يا ولد يا ولد يكون عندي بنزين. هذا الباب متسكر بكرتون يا رب، شكله ما في احد. في سهم هناك، دش الباب الثاني. اي شو 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 حسبته مسكر، ما ادري ايش مكتوب، بس في سهم بعدين دور اكيد. روح الباب اللي هناك. ايوه يلا كل حاجة اوكي. فولنا احتياطيا لاني متوقع مسير ليلي، احتمال ايه احتمال لا. اللي اذا صار عندي مسير ليلي والدنيا مقفلة عرفت،
الناس هنا مريحين مضروبين كيماوي مختفين. ف اكون انا بالسيف سايد احذف خيمتك ونام. عبارة من هني بقر قررت اني اغير خط السير اوخر عن الطريق هذا العام سرعته بطيئه، فقلت خلنا ادخل داخل في طرق قد تكون اسرع وما فيها سكان. صحيح ان الشارع لك عليه، لكن دام انه اسرع No problem man. لا يطلع لنا حفر هني ها؟ يعني هي الاختصار هذا ما راح يسوي لي شيء، لكن على الاقل العبارة مثلا اخر رحلة لا تروح علي مثلا. لان اذا راحت علي مثلا اخر رحلة راح ابات هناك خلاص. يا ولد في بيوت، هذا وين الطريق الزراعي؟ ما في احد. نهر صدم هذا، يقول شل طاير اللي داش عليه. يمين احتياط. اختصرت حروة ال 25 دقيقة، ممتاز، رجعني على الشارع العام، بس كان اختصار طيب. على الأقل هناك مشيت 100 120. خمسة وعشرين دقيقة يسوون شغل، باقي 45 دقيقة نتمشى بين هذه الأرياف والحقول. هذه 45 دقيقة، بس أنا ليش ودي أعبر؟ تدري ليش؟ أباشر مطر. إذا بت أنا الليلة هني راح يكون طريقي باشر بالمطر، ما له معنى. والمكان يعني بستطلع أنا بستكشفه، عرفت؟ إذا كان أمطار ما تشوف شيء.
شاء الله هني طبقات من القيوم تشوف. وتسلسل الجبال شلون مخيطين على بعض حلو. والارض مبللة راشة مطرة هني ما ادري متى. بس ذاك الصوم الشمس الشمس والغيوم مو سودة نفس هذه اللي هناك بيضة. بس عادي هني خمس دقايق ينقلب الحال الى حال عادي. هذا مرة واحدة يصير شمس غيم كذي بدون ما تحس. اقولك انا قاعد بالغرفة مرة اشوف ومرة ما اشوف كل دقيقتين ينقلب الحال. احلى شيء برايد اليوم انه لقينا مكان ناكل فيه سمك. اكثر شيء مميز برايد اليوم لان مرينا بهالاجواء واحنا طول الطريق. بس انك توقف وتاكل هذا ما مريت فيه. ما شاء الله يا جماعة اللي امامي رسم سبحان الله. يعني التشكيلات اللي قاعد تطلع عجيبة. ما شاء الله الله يا جماعة لو عندنا 4 ساعات ولا 3 ساعات كان راح نمر على موقع جميل. على منطقة بس مع الأسف راح نمر هالليل. شوف الشلال هنا وسط الجبل. مكان قاعة مبللة ومكان قاعة ناشئة. الحذر واجب. ها كله زلق يعتبر. ما شاء الله هذا ماي ولا جم. عاكس الشجر تحت. يا سلام يا سلام. يا سلام اخذ رجفة من القهوة عشاني مع هذا الفيو. اخذ لك رجفة قهوة عشاني مع هذا الرايد والفيو الجميل. قول لي عشانك يا ابو فارس واخذ لك رجفة. سمعني صوت فنجان يا ولد. ما شاء الله شوف شوف جام رسم رايد جميل ومنظر جميل. ولكن والله قسما بالله وتعرفون يعني اذا حلت ما حلف كذا قسما بالله انتم الاجمل. الحين بنروح جزيرة ثانية لكن هذه الجزيرة مربوطة بجسر مع هالمكان. Very nice. يا عيني يا عيني يا شباب عيني قاعد تعورني. اعطوني نظارة ابي نظارة. Fuck.
لا لا ما ابي اصور، بس هذا المكان يبي له تامل. هذا خلنا اكتب فيكم بيتين شعر واكلمكم. وصلنا يا شباب الى المكان، ولا العبارة تمشي غدا، العبارة تمشي غدا صباحا ومساء، واحدة 11 صباحا والثانية 7 مساء، ولذلك قررت الله يحفظكم المبيت هنا في هذه الأجواء اللطيفة. الحين قدوم موعد العبارة، هاي توقعت أنا، فعشان كذي هيئت لي مكان للمبيت.
لأن ما عندي جدول العبارة متى آخر شيء، وشفت إنه صار الليل وأنا تأخرت 3 ساعات، فتوقعت إنها مثلاً ما تروح. فحجزنا يا شباب في هذا المكان، راح نبات هنا الشاليه لهذه الليلة. دخلنا الغرفة، سوينا تشيكن. هذه غرفة النوم، صالة غرفة نوم، هذا عسكم الله الحمام. بس أنا أكثر شيء عجبني في المكان هني هني خيو هني. الله راح نقعد يومنا هني يا شباب لهذه الليلة. إن شاء الله استمتعتوا اليوم بالرايد، إن شاء الله الرايد كان جميل ولطيف. انتظرونا في حلقتنا القادمة لمواصلة المسير ورؤية المزيد. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم قريبا وأنتم بصحة وعافية. أخوكم ومحدثكم كويتي ليدر يحييكم من النرويج. تشاو تشاو.